المفارقات. فلذلك أنا داير أقول أنه يا أخواننا نحن الآن نتجهز نرتب حالنا وفقا لجداوله. فلذلك أنا أفتكر أنه آن الأوان بعدنا نحن عندنا جدول وخارطة أنه يوم نحصل كذا نحصل كذا، يوم نعمل كذا نعمل كذا، يوم نعمل كذا نعمل كذا. فده هو الأمر. أما مثلا أنه يتهم الناس أنه ما دايرين حرية أبدا، ده كلام فارغ ساي. نحن دايرين حرية، دايرين انتخابات حرة، دايرين أي حاجة، لكن ما بالطريقة دي. حاجة بنقعد فيه كلنا نكون شركة فيها عشان عارفين متين الانتخابات المفوضية تتكون كيف، رئيس الوزراء يختاروه كيف، الحكومة يختاروه كيف، كلنا عشان نقيف كتلة واحدة عشان ندعم الحكومة، كلنا نكون فيها في اختيار وكلنا شركة، والنظام نضعه لإدارة الفترة الانتقالية كلنا سوا. ده نحن بعدنا نتحمل أنه إن شاء الله نقف معاه ويمشي إن شاء الله إلى أن نصل الانتخابات. لكن حاجة كده مجموعة بإرادة خارجية يضعوا لنا، دي أصلا زي ما قلت لكم حقهم نضع الجداول. أما قضية شرق السودان، هذه القضية بالأمس يمكن شاهدت الآلية الثلاثية تستقبل مجموعة تسمي نفسهم مؤتمر البجا. أول ما في مؤتمر البجا نمرة واحد، المجموعة كانت أجات حقيقة أنا ما أعرف كيف الناس يتلونوا كده. فيهم دستوريين من الحكومة الفاتت، وفيهم ناس قاعد يسموا نفسهم مجتمع، كلهم شاركوا في الورش دي. هسه يجوا تاني يقولوا نحن مجتمع بتاع شرق السودان وكذا. أنا أفتكر أنه نحن سندرس الجوانب القانونية للصلاحيات بتاعت البعثة، هل من حقها أن تتدخل في الشأن يخش أقليم وفيه الآن مشاكل والحكومة قعدت فيها ورسمت فيها خارطة معينة، هل من حق البعثة الآن تتدخل عشان هي تكون مصدر للغلق والفتنة بين المكونات؟ دي برضو نحن ندرس الجوانب القانونية إذا كان ما من حقها، عشان نحن برضو من حقنا أنه نشتكي ونطعن في أعمال هذه البعثة.